دشنت القوات المسلحة خدمات المكتب الاستشاري العلمي لإدارة الحرب الكيميائية، ويعد هذا تدشين هذا المكتب حدثا علميا جديدا يهدف لتقديم كافة الاستشارات العلمية والفنية في جميع القطاعات المختلفة للحفاظ على البيئة. بالعلم تبنى الأوطان، وبالتطور ترتقي الأمم، وبالكفاءات ينطلق قطار التنمية. ومن هنا جاء احتفال إدارة الحرب الكيميائية بتدشين خدمات المكتب الاستشاري العلمي في حدث علمي جديد يهدف لتقديم كافة الاستشارات العلمية والفنية في جميع القطاعات المختلفة للحفاظ على البيئة. الخطوة الجديدة اللي بتتعمل ان احنا بنقسم المجالات بتاعة البيئة ما بين مية، هواء، تربة، في تخصصات من الشباب المصري سواء من القوات المسلحة او من المدنيين موجودين في المكتب الاستشاري العلمي. الجامعات كلها النهاردة والمراكز البحثية موجودة تحت المظلة بتاعة المكتب الاستشاري العلمي لتقديم كل الخدمات البيئية، ولكن اللي اهم من كده وجود بحث وتطوير لانواع التكنولوجيات اللي ممكن نستخدمها في عمليات الرصد البيئي، في عمليات مكافحه الغازات، مشاكل وازمات التلوث البيئي زي التلوث بالزيت، ازاي نقدر نحل المشكله في وقت قياسي، وكل الاجهزه المحموله زي المعامل المتنقله. الحفل الذي شارك فيه عدد من قيادات اداره الحرب الكيميائيه والهيئات والمتخصصين في مجال البيئه والتنوع البيولوجي اكد على ان المكتب الاستشاري من شانه دفع عجله الاستثمار والصناعة لما يحتويه من كوادر علمية ومعامل تعمل بأحدث وسائل التكنولوجيا. هذا المركز سيضيف ولا شك إضافة كبيرة جدا، وخاصة لقطاع الصناعة لنا أحد أبناء الصناعة. بمعنى أن عندما نقيم مصنع جديد لازم أن احنا نعمل من ضمن المتطلبات أن احنا نعمل دراسة لدراسات الأثر البيئي لهذا المصنع الجديد، وبالتالي هذا المكتب العلمي من ضمن مهامه الأساسية إجراء أو عمل دراسات الأثر البيئي للمنشآت الصناعية الجديدة. ضمن النشاطات بتاعته دراسة الأثر البيئي للمشروعات، وهو فعلا أقام يعني معظم المصانع اللي أقامها الجيش يعني حاليا أو في الفترة الأخيرة دي اللي عمل دراسات الأثر البيئي هنا الزملاء هنا في إدارة الحرب الكيميائية، فهم عاملين عندهم خبرة جيدة جدا في دراسة المشروعات، مدى إمكانياتها، مدى صلاحياتها، مدى جدواها من ناحية البيئية ومن ناحية العلمية، فأنا أعتقد أنه هيبقى أيضا يعني إضافة جيدة جدا في هذا الاتجاه. فيروس سي ومكافحته كان نموذج للأداء بتاع إدارة الحرب الكيميائية أو الحرب الكيميائية في المواجهة أو المكافحة، فدي نماذج طيبة جدا الواحد بيشوفها الآن لتشجيع الشباب وتشجيع فكر جديد وشكل جديد، وجيل لازم ياخد حقه في ان هو يعمل شيء لدولته يعني والبلد. وفي نهاية الحفل تفقدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد أقسام المعرض الذي أقيم على هامش الاحتفالية، واستمعت إلى شرح من رؤساء الشركات الهندسية بمختلف تخصصاتها. محمد الخطيب، التلفزيون المصري.